الاقتراح ديال اليوم هو هذا، واحد التورته بالتفاح بشكل جديد وشكل مميز كما عودتكم، وبسيط ولذيذ وما فيهش تعب، ولكن النتيجة رائعة جدا، وهانتوما كتشوفوا قدامكم. ما إلا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، ما عليكم إلا أنكم تدخلوا وتشوفوا الفيديو من الأول حتى الآخر، مع التشجيع ومع الاشتراك بالنسبة للناس اللي باقي ما اشتركوش، وبالنسبة والضغط على الجرس وتعليق باش تشجعونا نقدموا الأفضل. وهانتوما غادي ندخل غادي يعني نتابعوا المقادير مجموعين، فيالله كاملين. السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا البلاء، وان شاء الله يسرع في الشفاء ديال المرضى، وانه سميع مجيب الدعوات. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد التورته او واحد الكيكه، المهم كيف ما بغيتوا تسميوها، تاع التفاح، شكل مغاير وشكل جديد، وشي حاجه روعه مذاقا وشكلا. لهاد التورته كما شفتوا معايا درت واحد الكاس ديال الزيت، واحد الكاس تاع السكر، وغادي نزيد فيه واحد الكاس ديال ياغورت مسوس. تقدروا ديروا ياغورت ديال البنان او ياغورت ديال الفاني، بالنسبه اللي بغى لوغو ديال البنان وديال الفاني. فالمرحله الاولى غادي نخلط هاد المقادير هادو، هاد لي 3 انغريديون، يعني باس التراب، وتقدروا ديروهم بالباتور الكتريك او تقدروا ديروهم بالفوي، ولكن ضروري من انهم يتربوا مزيان تيولوا على شكل كريمه، يعني تكون كريم داخله مع بعضياتها والسكر ما بينش مع الزيت، يعني تكون جميع العناصر منسجمه. كنهز واحد الكاس او كاس ديال دانون او ياغورت اللي خويت، وكنعمرو بالخليط لانه غادي نحتاجو في المرحله الاخيره ان شاء الله. صافي، دابا على هذا الخليط الثاني غادي نزيد هاد 4 البيضات اللي عندنا، وغادي نزيد ساشي ديال الفاني او السكر فانيليا بالنسبه ديال الزهر، وغادي ندير الدقيق الكاشي، وغادي ندير ساشي ديال الخميره الكيماويه من فئه 11 غرام او 12 غرام. غادي نخلط الجميع، وهانتوما غادي نخليكم مع الطريقه. Thank you.
صافي الكيكه ديالنا او التورته ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران هي هذه. كما شفتوا دايره بالتفاح، وهادشي الكحل اللي كتشوفوا فيها راه هو الزبيب الاسود او ريزان ساك. اللي ما بغاش هذا اللون الاسود هو صراحه كيزيد المنظر، كيدير غير الزبيب العادي، وانتموا الاختيار ديالكم. وبالنسبه لسميتو الخليط الاول اللي درنا في الكاس اللي رجعنا كنعاودو ندهنو به التورته ديالنا كامله، ويعني ما نخليو فيه حتى والو باش هذيك التورته كتشربو ملي كي يجمد فيها تيعطي واحد المنظر غزال وواحد المذاق رائع جدا. كنتمنى الاقتراح ديالي ما يكون عجبكم، وكنتمنى التشجيع منكم، وتنقول لكم إلى وصفة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.